الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مرحبا بك عزيزي المشاهد مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات الله في الخلق. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الإنسان عندما تدبر هذه الآية يشعر بأن هناك قوة عظيمة وخالق عظيم يخرج هذه النباتات وهذه الأشجار بجميع أشكالها من حب ومن ثمرات، وحقيقة كل فترة من الزمن تخرج لنا أشياء من الحبوب ومن الثمار الجديدة ومنافعها لا تعد ولا تحصى. أول ما يستفيد منها الإنسان يستفيد منها على شكلين: في شكلها الطبيعي الذي خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه تجدها في الغابات، نجدها في يعني أماكن التي فيها السهول تطلع هذه وتخرج هذه النباتات من حبوب وكذلك من ثمار، وهناك ما يزرعه الإنسان. زراعة الإنسان لهذه النباتات طبعا مر عليه مرحلة طويلة من تعرف الإنسان على زراعة هذه النباتات وكيفية الاستفادة منها، بل وتطوير شيء منها بما يسمى بالتلقيح. بمعنى تفاح، أنا أريد أعمل التفاح بطعم الأجاص، احنا نسميه العرموط، يلقحون تفاح بالأجاص، طالك معاك تفاحة بطعم الأجاص. هناك طبعا أشياء كثيرة من هذه المحاولات التي نجح فيها الإنسان في تكوين ما يسمى نوع من التطوير النباتي. كذلك الإنسان استطاع أن يجعل هناك ما يسمى بالزراعة المحمية. هناك مثلا عندنا نحن في الكويت مثلا مستحيل تتحمل هذه النباتات شمسنا القوية إلا في بعض الأشجار والنباتات القليلة النادرة، لكن استطاع الإنسان أن يعمل هذه المحميات التي بها يستطيع أن يزرع أشكال وأنواع من هذه النباتات، سواء كانت حبوبا أو ثمار، محمية تحت غطاء من البلاستيك بطريقة فنية. استطاع الإنسان أن كذلك يطور أشكال من هذه النباتات بحيث أنها يعني تتكون بأحجام مختلفة وبألوان مختلفة، ويعني هذا شيء جميل وكذلك غريب من قدرة الإنسان على مثل هذا الإنتاج. ولكن هذه كلها نسميها محاكاة لخلق الله، يعني الإنسان ما يستطيع أن يخلق من العدم تفاحة أو شجرة تفاح، لكنه يتخذ من هذه النباتات ومن هذه الأشجار وهذه الحبوب ما يستطيع أن يغير فيها بكمية الإنتاج، بالنوعية، بالطعم. فهذا الذي يستطيع أن يدخل فيه الإنسان. هناك بعض الأحيان يدخل في الإنسان في هذا الإنتاج بأسلوب خاطئ، ما يسمى بالكيميائيات، تهجين، يطلع النبات مهجن، يفقد كثير من خواصه. وبعض الأحيان الإنسان يستخدم ما يسمى بالأسمدة الكيماوية التي قد تكون لها أضرار على الإنسان في المستقبل، ولذلك لابد أن ننتبه إلى أنه كلما كان هذا النبات على طبيعته فنحن على خير دائم و
صحة وعافية بإذن الله. فاصل عزيزي المشاهد ونعود ونواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عودة إليك يا أيها المشاهد إلى ما تكلمنا فيه من ما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات في خلق هذه النباتات وفائدة هذه النباتات لهذا الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأطعمة وهذه النباتات بأنواعها وأشكالها أن نقوم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. تصور لو أنك منعت من هذا الطعام، إيش تصير معك؟ يعني كيف تصير صحتك؟ لا شك أنك ستجد الضرر. ولذلك عندما لا يكون هناك للإنسان غذاء متوازي أو من سمى متزن، بحيث أنه يأكل الأشياء التي تنفعه ويبتعد عن كل ما يضره، فإنه لا شك سيجد أن ضرر في جسده، تقع له الأمراض لنقص المعادن في جسده أو مسمى بالأملاح المعدنية، نقص البروتين، نقص سكر، زيادة الأملاح، كل هذه تؤدي إلى أمراض منوعة ومشكلة في جسم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأننا نأكل بنوع من التوازن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني طعام قليل بس يشد حيله، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك نشوف الآن اليوم عندما خاصة في شهر رمضان الإسراف في الأكل والتبذير في الأكل، وأنواع مختلفة من الأطعمة وفيها من المضار، وخاصة ما يسمى اليوم بالسكريات المصنوعة، عندنا الجيمات، صب كفشة وزلابية، هذه كلها حلويات مصنعة من أخطر المأكولات اللي قد تسبب الأمراض للإنسان. وكذلك الأكل بملء البطن والشبع الكثير، هذا يؤدي كذلك إلى المرض والسمنة التي تؤدي بذلك إلى وقوع الأمراض الأخرى لهذا الإنسان. فالأصل في أنك تريح أمعائك ولا ترهقها، لكن للأسف كثير من الناس من يعني يقوم بهذا الأمر ويشبع نفسه بهذا الطعام ويقوم بالإسراف والتبذير في طعامه.